أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. ريتا أور تنحت إطلالة بيانسي بعد اتهامها بوجود علاقة مع جاي زيت. تحتت النجمة العالمية ريتا أور إطلالة المغنية الشهيرة بيانسي، حيث زارت أور خلال خروجها في غرب هوليوود، حيث كانت أور ترتدي نفس الفستان الذي ظهر به بيانسي في كليبها الذي أطلق في فبراير الماضي وحقق نجاحا كبيرا حول العالم، حيث أكد بعض محبي ريتا أور أنها اقتبست إطلالتها من نجمتها المفضلة والفستان من أهم تصميمات دار الأزياء والذي تم تنفيذه خصيصا لبيانسي. ديل ميل تنتقد هال بير بعد ظهورها بندبة في وجهها. نشر موقع صورة للنجمة العالمية هال بير أثناء تواجدها في مطار هيرسو لندن مساء أمس الاثنين. بدت النجمة الحاصلة على الأوسكار أنيقة رغم عدم اهتمامها بوجهها، هو ما أظهرته الكاميرات حيث كان هناك به ندبة بشعة حسب ما ذكر الموقع، وأكد أنه لا يجب أن تظهر نجمة مثل بير بهذا المظهر خاصة وأنها تعد من الممثلات الأكثر جمالا في العالم. بعد الوعكة الصحية شهد أنجيلا جولي في لندن. التقطت على 6 مصوري عدة صور للنجمة العالمية أنجيلا جولي 40 سنة أثناء خروجها من أحد المطاعم في لندن وإنجلترا، حيث زارت النجمة الشهيرة وهي مرتدية ملابس فضفاضة من اللون الرمادي بوجه شاحب، ويعتبر هذا الظهور الأول بالنسبة لها بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية. إشادات بعرض الفيلم المصري توك توك ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية. نال فيلم توك توك للمخرج روماني سعد العديد من الإشادات، وذلك بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية القصيرة في دورته الـ18. الفيلم المصري توك توك من إخراج روماني سعد ويتناول تفاصيل حياة ومشاكل سائقة توك توك. مدة عرض الفيلم 75 دقيقة وهو فيلم تسجيلي طويل إنتاج 2015. إيرادات فيلم حسن وبقلوز انخفضت بعد سرقته ورفعه على النت. إيرادات فيلم حسن وبقلوز انخفضت بعد سرقته ورفعه على النت. قال المخرج وائل إحسان إن تسريب فيلم حسن وبقلوز بعد يومين من عرضه بالسينمات مصيبة، وإذا استمرت سرقة الأفلام بهذا الشكل فلن يكون هناك صناعة السينما، لأن المخرج يغامر بإنتاج أفلام يخسر فيها في ظل القرصنة التي وأضافه إن إيرادات فيلم فضت بعد سرقة الفيلم ورفعه على مواقع الإنترنت،